فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نفساء، امرأة نفساء نعم، طهرت قبل الأربعين بعشرة أيام، لكن بعد خمسة أيام رجع عليها الدم، فهل هذا يعتبر من النفاس أم لا؟ نعم، إذا رجع قبل الأربعين فهو نفاس، وما صامته وصلته في حالة الطهر صحيح، فإذا عاد عليها تجلس إلى أن تكمل الأربعين. نعم. وهل تعيد الصيام الذي صامته حال رجوع الدم؟ نعم، اللي صامته حال رجوع الدم تعيده، لأنه ما هو صحيح. أما الذي بين انقطاع الدم ورجوعه، الذي صامته بين انقطاع الدم ورجوع الدم فهو صحيح. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.